مرحبا بكم في هذا الدرس التقديمي لمنصة نوت جيس. ما هي النوت جيس؟ النوت جيس فهي منصة جافا سكريبت على الخوادم، حيث قام المطورون بأخذ لغة الجافا سكريبت من البراوزر وحذف كل ما يتعلق بالضم، كمثلا برمجة الأزرار والألوان. فقط قاموا بأخذ محرك جافا سكريبت الخاص بمتصفح كروم، وأضافوا إليه برمجة الملفات والسوكت الخاصة باليونيكس والويندوز. فلا يجب أخذ نوت جيس على أنها لغة، فهي فقط منصة برمجة جافا سكريبت على الخوادم. وكلنا يعرف أن المتصفح كروم فهو من أسرع المتصفحات، وذلك لأن المحرك V8 يقوم بتحويل الكود سورس الخاص بالجافا سكريبت إلى بينار المنصة. فإذا كنتم تشتغلون بكروم فوق معالج إنتل، فإن الجافا سكريبت يتم تحويله إلى الأسمبلور الخاص بإنتل. وإذا كنتم تشتغلون بكروم فوق لوحة تابلت على معالج الأرم أو الميبس، فإن الكومبايلر الخاص بالفيويت يقوم بتحويل الجافا سكريبت إلى الأسمبلور الخاص بالأرم أو الميبس للوحة، وهذا يعطي لجافا سكريبت سرعة عالية جدا. لمتابعة هذه الشروحات وجب تنصيب نوت جيس. هنا في هذا المجلد قمت بتحميل نوت جيس الفيرسيون 10.36. فإن تنصيب نوت جيس فهو سهل للغاية، فهذا هو التنصيب من الكود سورس. مثلا نستطيع خلق مجلد لكي لا نقوم بتلوية النظام، مثلا سلاش اوبت نوت جيس، نعطيه الفيرسيون 0.10.36، ومن ثم نقوم بالكونفيغور مع تيغي تيغي بريفيكس و سلاش اوبت سلاش نود جيس 36. بعد عملية الكونفيغور نقوم بكتابة الميك، وستأخذ وقتا طويلا. أقوم بإيقاف هذا الشيء. من وراء الميك تقومون بالميك انستال، وسيتم تنصيب منصة نود جي اس بما في ذلك الانتربريت الخاص بجافا سكريبت والملفات وتعليمات الام بي ام الخاصة بتنصيب الموديول. فإذا كنتم من المطورين الذين يستعملون ويندوز أو ماك، فهناك البينار الخاص بكل منصة، إلا أن عملية الكومبايل من الكود سورس فهي عملية كونية، أي أنها يونيفرسال. تستطيعون القيام بميك ماي كانستال في الويندوز واليونيكس والماك أيضا. أفضل تنصيب نوت جي اس من الكود سورس لأنك تتحكم في كل التفاصيل. فمثلا هنا الأوبونتو تستطيعون فقط القيام ب npm install node، وسيتم تنصيب نوت جي اس. من ثم وجب إضافة الانتربريت الخاص بنوت جي اس إلى الباش ار سي. مثلا هنا الأشياء التي أعمل عليها، مثلا نود هذه هي النسخة التي أشتغل عليها حقيقة. هنا بالبين نلاحظ تواجد نود والان بي ام، حيث أن النود هو الانتربريت الخاص بلغة جافا سكريبت، والان بي ام هي تعليمات تنصيب الموديول.
وجب أخذ هذا البات ووضعه في الباش إر سي هنا، حيث قمت أصلا بهذه العملية. وجب إضافة هذا البات ومن ثم كتابة تعليمات باش ليتم إعادة تحميل باش إر سي، ومن ثم يصبح الانتربريت الخاص بنود جيس جاهزا. كما تلاحظون فعند القيام بتابيلاسيون يقوم بإظهار الموديول، مثلا نستطيع القيام بأبسط شيء كونسول لوج هيلو وورلد. مثلا شيء تافه، فالانتربريت الخاص ب نود جي اس في هذه المرحلة فهو يشتغل. وشكرا. في الدرس القادم سنتطرق إن شاء الله إلى نمط برمجة الأسنكرون، حيث أن كل منصة نود جي اس فهي مبنية على البرمجة الأسنكرون أو النون بلوكين، وتسمى أيضا بالإيفنت درايفن أي البرمجة الموجهة بالأحداث. وشكرا، آمل أن تتابعوا الدروس الأخرى.